مساء الخير. الليلة وبعد ساعات منودع طالب جديد واثنين من بين ابتسام إسماعيل وشيرين بيرجعوا للأكاديمية. القرار بإيدكم مشاهدينا، فخلوا نجمكم يلمع. بعيداً عن الخوف والتوتر، الطلاب احتفلوا بانتخاب ملك وملكة جمال الموسم العاشر من ستار أكاديمي، والبداية مع التحضيرات للحدث مع فيكتور وجيهان. بس شفتوا؟ خلاص نحن قاعدين عشان تحتبق المس اللي لادي. تمام. انتوا جيتوا؟ جبناهم معنا. كيفك؟ يلا نبلش معك. كيفك؟ يلا. مد ريحتك. قلك اخر ريحتي. دخلوا من الحديان. ايه اللي جابكم؟ غلط ولا عمر؟ لا. لا جابكم هم. وين رح تعملوا الانتخابات؟ هنا. هون. انت بتقدمي الحفلة اليوم؟ بدنا نهتم فيها أكثر من غيرها. أنا بدي أقدم الحفلة. هي المقدمة. مين بتقولي رح يطلع مس الليلة؟ ابتسام. بتقولي هيك؟ ولا كلكم حلوين؟ انت بترشحي ابتسام؟ اه وليا وانا طبعا. الملكه شو بتربح؟ الملكه ولا لا؟ هم المفروض ان هم ثلاثه وثلاث شباب وثلاث بنات هيطلعوا هم ميس ستارك السنه دي. لكن ما في ثلاثه وثلاثه. الطلاب دايما عندهم أفكار جديدة ليمضوا الوقت بالأكاديمية، وإذا ما وجدوا شي يسليهم بيخترعوا هن الحدث. ملك وملكة جمال الأكاديمية آخر ابتكارات الطلاب، وليكون الحدث بأحلى صورة كان لابد من تحضيرات عديدة. فيكتور كيروز اهتم بتصفيف شعر الشباب والصبايا، جيهان بدورة اهتمت بمكياج الصبايا. الأكاديمية بالمبدأ هي بيت الطلاب، لكن لهالحدث كان لازم تتحول لمسرح يقدر يستقبل هالحدث المهم. كل الشباب بتروحي تقعدي هون. اوكي. البنت اللي بعديها نفس الشيء، بتخلصوا كل البنات، راح يكون في حجر كل بنت ظرف. بيجي دورك انت. لا اسئله البنات. اوكي. اول واحده مثلا قاعده هون هو مثلا ابتسام. ابتسام فيكي بس تفرجينا بليز الظرف اللي في ايدك مين فيه؟ طلع اسماعيل مثلا في الظرف على سبيل المثال. اسماعيل راح يجي. اوكي اسماعيل بليز ورجينا السؤال اللي معك شو؟ اسماعيل بيسالها السؤال وهي بتجاوب. الطلاب بعدهم عم يجهزوا المكان، كتبوا الأسماء، حضروا الطاولات. هالحفل كان برعاية كوكا كولا. التحضيرات استمرت لوقت طويل، والشباب والصبايا طلوا بأحلى شعر ومكياج وأزياء خاصة للمناسبة.
بريك صغير بنرجع بعده لنتابع حدث الليلة، انتخاب ملك وملكة جمال الموسم العاشر من ستار أكاديمي. خليكن معنا. منتابع حلقة الليلة، ليث وريتا قدموا حفل الانتخاب، عرفونا على المشتركين يلي رح يخضعوا لأكثر من امتحان. أما العالمات فانقسمت 50% من تصويت الطلاب و50% من تصويت الجمهور عبر تويتر من خلال ريتويت لتغريدات الطلاب. منبدأ مع الشباب لنشوف كيف كان مرورهم. بلشنا كله جاهز حلو بالترتيب؟ رح نبلش بالترتيب ورا بعض. دقيقة، بدنا نرحب الفنانة الشاملة المهضومة الأمورة دلوعة المسرح غنى Thank you. ليث أبو جوزي
مليون، 10. لأعطيه 10. وهلا صار وقت الأسئلة، رح نبلش بمحمد. نرجو من محمد إنه يسحب كارت واحد. كارت واحد؟ تفضل محمد. مين؟ شيرين. إذا سمحت لك الفرصة لتغيير شيء بمظهرك الخارجي، ماذا تختار ولماذا؟ لا عامة أولاً أنا مش هغير حاجة في شكلي. تمام. وليه ده؟ عشان أنا مفيش حاجة في شكلي وحشة. الاسم ريتا. حياتي شو الصدفة الحلوة. اختر حاسة واحدة من حواسك الخمس لتهبها لأحد. من ولماذا؟ باي ذا واي هول أسئلة حطيتهم أنا وليا. عندك خمس حواس الله بعت لك اياهم، اختار وحده لتعطيها لشخص معين وليه؟ مين الشخص وليه؟ بختار عيوني، النظر، حاسه النظر، وبعطي عيوني لليا تتشوف قديش انا بحبها. حبيبي ابتسام. ابتسام. اذا فزت ب 500 مليون دولار، هل ستساعد مؤسسات، هل تساعد مؤسسات للفقراء او تشتري كل ما تتمناه؟ هتبرع طبعا بجزء كبير، يعني 3 ارباع المبلغ مثلا، مش للفقراء بس، للفقراء والحاجات التانية كتير، حاجات انا لابسها يعني، وهجيب بقى اللي بيتبقى من 500 مليون دولار، هجيب بيهم الحاجات اللي بس 3 ارباع يكونوا رايحين للفقراء. هل برأيك صداقة الشباب والفتيات تدوم أو دائما تتحول إلى حب ولماذا؟ في دولة اللي عايش فيها ما في صداقة، لازم يكون خطبة وزواج. يعني أنت ما تؤمنش بالصداقة بين البنت والشاب؟ لا أبدا، ما أؤمن بالصداقة، أؤمن بالارتباط على طول، وبعدها يكون فيها يعني حب. Next. مين طلع لك اسم؟ ليا. ليا. بتمنى اقرا بالعربي. يلا لك انا. جملة واحدة. شو؟ قولوا بدي ارجع اقرا جملة واحدة. بجملة واحدة. اقنع المدخن بالامتناع عن التدخين. بجملة، بدك تقول جملة واحدة تقول لحدا مدخن بس. تقنعه للمدخن ما بقى يدخن. اوكي بس ناس. بدك تدخن. طفي السيجاره بايدك مشان اوكي يلا غاده ولا معروف سحب سؤال. قلت مين بلا سالت ابعتي انا بليز بليز سيلانس ريتا. عم نعمل شو اسمه؟ يلا يلا بس عم نجيب شغله. عبد السلام. نعم. هل تختار شريكة حياتك بحسب جمالها أو شخصيتها؟ شخصيتها ولا؟ ولماذا؟ زين ما يصير الاثنين يعني، لازم اختار شيء؟ لا بدك تختار واحدة. اي لأن الجمال ما يدوم، مهما كان الواحد راح يمر بعمر والجمال هذا يتجعد. أكيد. بس ما حدا يعقب، اتركوه نسمع. جمال الشخصية، وتكون شخصية حلوة عشان نظل نفهم بعض فترة طويلة. اوكي باخر سؤال لليس انا رح اساله اياه. ليس، ماذا تعني لك محبة الوطن؟ هي اول سؤال. ثاني، اذا طلب منك ان تقدم لوطنك شيئا فماذا تقدم؟ بالنسبة لواحد زيي عاش في ظروف حرب. علي صوتك. بالنسبة لواحد زيي، وهي حقيقة مش لانه حسن نلعب، عاش في ظروف حرب لمدة 3 سنين وانتفاضة. خسرنا كثير ناس. انت ما بتحس بقيمة الاشي الا لما تخسر منه شغلات. قيمة الوطن بالنسبة لإلي ولأي حد فلسطيني عموما ملاش حدود، انفينيتي، هذا ما فيش فيها نزاع. زي اوكي شو بتقدم لوطنك؟ ماذا تقدم لوطنك؟ اذا في اشي رح اقدم لوطني فأي اشي بقدر يعني. شو بتقدم له؟ روحي اغلى ما عندي. بريك صغير ومنشوف كيف كان مرور الصبايا بحفل الانتخاب.
منتابع يوميات الطلاب ومرة جديدة نرجع لحدث انتخاب ملك وملكة جمال ستار أكاديمي العام 2014. وصل دور الصبايا وهالمرة لجنة التحكيم هي طبعا الشباب. بنرحب ريتا سليمان مننا. رايت الحفل طبعا، ونحب نرحب بشركه كوكا كولا اللي كانت راي الحفل. اكيد وما تنسوش التويتات دائما وابدا. ليش اذا سمحت بعد النقاط من الهواء. حاضر بعد نشوف الكات ووك تابع عليها مفعول من لبنان. بس وضح نقطه الصوت أظرفة، وكل الشباب عندهم هناك بوكت، كل واحد يطول منه سؤال ويخليه لنفسه. أسئلة تفضلي. نحن نسألهم سؤال جديد ولا ايش؟ اوكي يلا اصحاب دورك بريد. محمد محمد بليز اسحب سؤال من هون. انا لا اسحب سؤال هون. هتسأل السؤال وعلى الملأ بشكل كبير. على فكرة ليه ما صارش شيء لو انه سؤال اسحب سؤال اما يجي اسمه يعني. طب رجع حطه. السؤال بحكي السؤال بحكي في سبيل الدفاع عن وطنك، إذا خيرتي بين الالتحاق بالجيش أو مساعدة الجرحى وإسعافهم، ماذا تختارين ولماذا؟ نقل إسعاف الجرحى. ليه؟ أول شيء لأنه عنا شباب بسم الله كتير قوية بلبنان ليكونوا بالجيش، وهن الجديدين
وهن الجديرين خلوني اجاوب وهن الجديرين الاكبر انه يمثلوا لبنان بقوتهم. بس انا اكيد بساعد الجرحى لانه في كثير اكيد بس يصير في حرب في جرحى رح تسقط وانا مستعده اكيد ساعدهم محبة فيهم واكيد لانه هن بحاجه ماسه لحدا بسرعه يساعدهم بسرعه اذا كانوا عايزين دم او كانوا عايزين حيالله شيء يقعدوا او يروحوا حتى على المستشفى. اكيد بكون مستعد. هاي اجابتك. نسمع زفه كبيره لريت تسلم البلد بركه على طول من غير ورقه على طول 5 10 6 9 اوكي ما فيش مشاكل. مينا جمال قلبي مينا، إذا كان يحق لك أن تختاري شخصاً واحداً ليدخل الأكاديمي لمدة أسبوع. أكيد نينو. خيل أنه واحد في الجريد بتاعك نينو. نينو خيي لأنه أكتر شخص قريب عنه، وتاني شيء مأكدة إنه رح تحبوه لأنه بحس إنه بتحبوني وهو مثلي، سو أكيد رح تحبوه وبتتعرفوا عليه ومأكدة إنه بيعطي جو. شيرين ليس حبيبي بعد إذنك، هذا من هو اسمك والله حب العائلة يا عم المذيع، حب الوطن أو حب المهنة، ضعيهم بالتراتبية التي ترينها مناسبة معللة بالإجابة. حب الوطن لأني أنا بحب جدا بلدي وبعتز بيها، فخورة أن أنا مصرية، وأنا حب البلدي ملوش أسباب، يعني هي حاجة من عند ربنا نزلت خلتني أنا أحب وطني من غير سبب. حب أهلي طبعا لأن هم ليهم أفضل كتير عليا، هم اللي خلوني ابقى كده، هم اللي وصلوني اللي انا فيه اكيد ده طبعا بفضل ربنا. بس اهلي هم كل حاجه بالنسبه لي، فاكيد انا بحبهم. حب المهنه اكيد كل واحد فينا بيحب مهنته، بس عمر ما المهنه بتتعوض عن الوطن والاهل، يعني سيدي دايما اول شيء حب الوطن فرض عليا تقسيمتي هذه علامة جمال. اوه ماي جاد اموت انا. ليس ابو جوده ليس فتيات فيكم ترتاحوا شوي لورا. اوكي مين من اصحابك الخمس هون يستحق اللقب ولماذا؟ سؤال قاسي. مين أصدقائها الخمسة هون؟ يعني بنات أو اللقب. شباب؟ بنات خمسة. لا مش هاي الفكرة، أصدقائك الخمسة. لا الخمس البنات. أوكي الخمس بنات. صح أصدقائك الخمسة اللي معك. مين من أصحابك الخمسة هون؟ أنا رح أحكي بصراحة يعني. مين وليش؟ طب أول واحدة هي ليا. ليش؟ لأنه ليا مش عادية على المسرح. حقيقة عبتاكل المسرح أكل منا كونديدالية. أنا بشوفها فنانة كبيرة عن جد صراحة. جنزة ريان. أنا أندن ريان. وين السؤال؟ هات معلش الظرف عشان يأخذ سؤال منه الظرف. إذا خيرك شريك حياتك بين العائلة والفن ماذا تختارين ولماذا؟ أنا في الأول كان عندي اعتراض، يعني كنت نشفى راسي نشفى دماغي كما تقولوا انه لازم اللي ياخذني يقبلني مثل ما انا، صح ولا لا؟ صح. وكنت كنت حاطه نفسي مثلي مثل الرجل، لكن في الواقع مهما وصلت المراه ومهما علات ومهما وصلت القمم يبقى الراجل دائما هو فوق. ايوه اوكي عندنا ابتسام واخر سؤال تكمله السؤال المفروض طبعا في واحد من الجوري مش راح يتسال. ثبتنا يا معلم عبد السلام اللي انت مش راح تنسال شكلك. هل تفضلين عقد العمل ام عقد الالماس؟ شغل وصراحه غادي نختار عقد عمل، لانه العقد العمل يقدر يجيب لي مش عقد واحد الماس، صح يقدر يجيب لي من الذكاء هذا اكثر من عقد. قبل البريك بذكركم تشاركوا بالمسابقة يلي بتخليكم تربحوا سفرة كاملة التكاليف لبيروت لحضور البرايم، والتفاصيل عبر www.cbc-eg.com.
منتابع حلقة الليلة ووصلنا للنتيجة، مين هن ملك وملكة جمال الأكاديمية لهالسنة؟ منشوف سوا. حبيت أول شيء هذا الإيفنت باي ليا أندريتا وكتير مبسوطة وشو ما كانت النتيجة أنا كتير مبسوطة. إحنا ممكن نسمع النتيجة بعد إذنكو؟ نشوف النتيجة. شوف النتيجة. ريانو أول، عبد السلام ثاني، والثالث لي. طبعاً بحب انا عن شخصيا اشكر السوشيال ميديا على الصور الحلوه هاي بجد يعني ميرسي كثير. حس ليس اجته الفرصه لانه كمان مقدم البرنامج. ريان بعد ما عرفت ان انت الاول بتصوت الجمهور. اي والله اشكر الجماهير طبعا واقولهم كلكم ذوق. طبعا انا بشكر الجمهور ميرسي كثير لكم والله ما توقعت ان الصراحه اطلع من الثلاث الاوائل فميرسي كثير لكم. حلو الباي والتراي والشغلات هاي وطلع حلو السوشيال ميديا. نشوف نتيجه البنات. في المركز الأول ابتسام، في المركز الثاني كنزة، في المركز الثالث غادة. أوكي بنحب نحكي بنحب نسأل غادة شو شعورك بعد ما عرفتي أنت مركز ثالث بتصوت الجمهور؟ معلش نسمع غادة. المغرب العربي مكتسح، بنحب نرحب بالمغرب العربي. صراحة ما كنتش متوقعة، والله ما كنت متوقعة. وانا كنت مرشحه كنزة وريتا وليا حياتي ميرسي 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 انه المغرب العربي يحفظ الصحه والحفظه وتحيه للمغرب العربي. صبايا مين بتقولوا الوصيف الثاني؟ مينا. مينا الوصيف الثاني هو إلي إليا من لبنان. مبروك إلي إليا بتتفضل معنا لهون. الوصيف الأول هو مينا عطلمات. مستر ستار أكاديمي تان. أنا بقول هو صاحب صاحب الضحكة الجميلة مرسي. وصاحب الجسم القوي صاحب القلب الطيب هو ليس أبو جودة. ونتوج ملك جميل الأكاديمي. تبعت هاري بوتر هاي صح؟ وين العصاي؟ يا حضراتي السادة مذكرك انه هاي رح اخدها منك. حاضر حاضر مان تعال سلم عليها. ليس ابو جودة مبروك صراحة وضعتي. وصيفتي الثانية هي ابليا. الوصيفة الأولى من بلادنا الحبيبة كنزة مرسي. شيرين تتوقعي تتوقعي انه هذا التاج لك ابتسام؟ يعني ابتسام جبنا غرورك نفسك اللي راح يتكسر كمان شوي صدقيني. لا عادي والله عادي اهم شيء تصويت الجمهور ما راح يتكسر. ميسيس ستار اكاديمي في سيزون 10 طبعا لاول مره كيف ما صارت هي
ابتسام. ممكن الثلاثة يجوا لهون الثلاثة ناخذ نورة حلوة معلش بعد ما عندناش هي 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 كاميرا كاميرا مسكوا في البوكيه مسكوا في البوكيه للورد سناخذ صورة خذوا الصورة يلا خذوا الصورة مبروك للرابحين بمسابقة ملك وملكة جمال الأكاديمي للعام 2014 بما أنه شيرين هالأسبوع بدائرة الخطر أكيد عندها حساباتها الخاصة للتصويت إن كان من الجمهور أو من أصحابها هتعملي ايه غدا في التصويت؟ سيربريز والله ما اعرف انا شو بدي اعمل شو بدي اكل اعمل ايه في التصويت يعني؟ يعني ان شاء الله ابتسام تطلع بالجمهور تعملي ايه بقى بيني وبين اسبانيا؟ سولت عليك ال وهذول شو نزلهم؟ ليه؟ ما ينفعش اقول من دلوقتي ليه يا حبيبي؟ ما لما مينا طلع قلتي له لما علي طلع قلتي له علي حبي ده روحي وعقلي وعمري ومينا لما طلع قلت ومينا ما قلت له مش لا قلت له كلنا معاك ما قلتلوش هصوت لك لا قلت له كلنا وحياتك قلت له كلنا معاك وراجع بس ما قلت له انا هصوت لك ماني خايف اظهر ماني خايف اظهر حتى لو ظهرت انت الحمد لله وصلت لمرحله الحمد لله حلوة. اكيد وحياتك رح تنبهر بالجمهور اللي رح تشوفه عليكي هذا الشيء مو خايف منه بس بتعرفي شو بتمنى يصير؟ بتمنى ارجع جمهور للامانه شو؟ بتمنى ارجع بالجمهور يعني تمني ما حدا بيعرف شو بيصير بتمنى ارجع بالجمهور وترجع ابتسام هيك مين قالك ابتسام رح ترجع بالتصويت اذا انت رجعت بالجمهور؟ بتصويتنا مين قال لك؟ قلت لك اسمه كينزا، غادة، هذول ابتسام، عبد السلام، ريان، ليش صاروا أربعة؟ ليس أنا بقول لك ليس 100% أنا صاروا خمسة، تعادلوا، أنا فوراً رح أحط ابتسام منطقياً هيك تخيلي مثلاً مين أقرب أنا بالنسبة إلي؟ ومين أنا بحس بيستاهل مثلاً أو شيء؟ فهمت علي كيف؟ جنة ان شاء الله ان شاء الله وما حدا يعرف بجوز يعني انا ان شاء الله يا الله ان شاء الله شو بقول لك انا بديكم كلكم ترجعوا ما بدي اخسر ولا واحد فيكم مبروك ابتسام وليث حلقتنا الليله انتهت بشكر متابعتكم وبدعيكم تلاقوني بعد شوي بالبرايم